فاولا بغينا نحميو السي محمد فاخر، لان كيوقعوا شي مسائل بحال المدير الاداري ديال النادي اللي تعرض لواحد الحجاره كنظن. دونك وصلنا لواحد لامباس، وكان لابد باش اننا نوقفوا الكونترا ديال السي محمد فاخر باش نحاولوا نرجعوا للسكه ديال الانتصارات ونديروا مشوار مزيان في كاس ديال الكاف، وكذلك نشوفوا الفريق ديالنا في البطوله باش يحسن الوضعيه ديالو.